ليكن صوتنا مسموعا، كلمات ترددت في ملتقى جمع العشرات من الشباب في مصراتة. الملتقى يرى فيه القائمون عليه فرصة لحوار مباشر بين الشباب يكسر الحواجز ويدعم جهود الحكماء في المصالحة والسلم. القيود كسرت، داب جليد الخلاف بين هذه المدن. حضر الشباب هنا إلى مدينة مصراتة ليثبتوا لكل العالم أن ليبيا وحدة واحدة وأن لا مشاكل بين أبنائها وبين شبابها. بهؤلاء الشباب وبعزيمتهم تبنى الأمم. نقاشات ومواضيع معمقة طرحت خلال الملتقى كان هدفها إيصال صوت الشباب الطامح إلى تحقيق الأفضل لليبيا، وتمحورت حول حاجة الوطن الماسة إلى الحوار والاستماع إلى الآخر. حاليا نحتاج للحوار في ليبيا، هذا ما نستطيع أن نفعله حاليا، نستمع إلى آراء بعضنا البعض. كان بيننا توافق شديد وكان كسرنا جميع الحواجز ورأينا أن نحن ما كانش بيننا خلاف كشباب كشعب ليبي، الخلاف كان بين الساسة وكان بين المكونات السياسية. المشروع يعتزم القائمون عليه تنظيمه في مختلف المدن الليبية مساهمة منهم في نشر ثقافة الحوار التي يرون فيها حلا لإشكالات عدة في البلاد التي أنهكها الصراع وفوضى السلاح. حبينا نوصل رسالة في هذا المنطقة في هذه المناظرة إلى كل الأساسة وكل المسؤولين علي في كل ربع ليبيا إن المرحلة وإن الوطن يحتاج إلى الحوار. المشروع يهدف لضم قاعدة شبابية مؤثرة من مختلف مناطق ليبيا لتكون الصوت الشبابي، الصوت الوطني، الصوت الوسطي الذي يرى مصلحة الوطن دون صراعات سياسية. شباب من مختلف مدن ليبيا جمعهم البحث عن التفاهم، تمثلت رسالتهم في أن الوقت قد حان لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة في البلاد عبر إعلاء صوت الحوار والابتعاد عن العنف.